كانت لي جدة رحمه الله، ماتت قبل سنة ونصف، مرضت مرضا لمدة سنتين ولم تصلي ولم تصم ولم يطعم عنها والدي ولا عمي في شهر رمضان عندما كانت لا تصم، علما بأن هذا المرض قد وقع لها عدة سنوات من قبل رمضان ولم تقضي ولم يطعم عنها، وذلك بسبب الجهل. فماذا على والديها الآن أن يعملوا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا كانت هذه المرأة المذكورة حين تركت الصلاة والصيام زائلة الشعور، ليس معها شعور بسبب المرض، فإنه لا شيء عليه لأنها غير مكلفة بهذه الحالة، لأن التكليف إنما يكون مع وجود العقل والفكر. فإذا زال الشعور فإنها ليس عليها صلاة ولا صيام، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. أما إذا كان معها شعورها وتركت الصلاة وهي تعقل ذلك تدركه، فإنها قد أخطأت في هذا، ولكن لما ماتت إنه لا تقضى عنها الصلاة، لأنه لا يصلي أحد عن أحد، وهي فرطت في هذا، ولكن لعلها تعذر بجهلها، لعل الله أن يتوب عليها بجهلها. أما الصيام فإذا كان لها تركة وهي تركت الصيام وهي معها شعورها ومعها عقلها لكن لا تستطيع الصيام بسبب المرض، فهذه يطعم عنها عن كل يوم مسكينا من تركتها إن كان لها تركة، وإن لم يكن لها تركة وأراد أحد أن يتصدق عنها أن يطعم عن كل يوم مسكينا فهذا يكفي إن شاء الله. فإذا كانت استمر بها المرض حتى ماتت فليس عليها شيء، لا إطعام ولا قضاء. أما إذا كانت شفيت واستطاعت القضاء وفرطت ولم تقضي حتى ماتت، فهي التي يطعم عنها كما ذكرنا في الجواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.